الحب، وما أدراك ما الحب، ومن يستحق ذلك الحب؟ ما رأيكم؟ هل وجدتم من يناسب للحب؟ بشرط أن تجتمع فيه تلك المزايا: إخلاص ووفاء، إيثار وتضحية من أصدق قلب. فمن وجدت فيه تلك المزايا الراقية، هل احترتم في البحث عنه؟ طبعا سيكون جوابكم بنعم، لأن هذا القلب الطاهر، وهو الوحيد الذي تجتمع فيه تلك المزايا الراقية، ومن المستحيل أن يتركك في يوم ما، حتى ولو كنت بحقه مقصر. أنت دائما في عينيه، تهمه كثيرا أمورك وأخبارك، حبك يجري في أوردته ويزداد يوما بعد يوم، يدعو لك، يدافع عنك، يسأل عنك، يتألم لألمك، يبكي لفراقك، يشتاق لرؤيتك، يتمنى كل الخير لك. لن ينساك مدى حياته. هو قلب ليس كأي قلب، قلب ينبض بالحب والحنان، مليء بالعطاء والوفاء. فما هو؟ هو قلب تلك التي تحت أقدامها الجنان، هي أمي وأمك التي ذكرها الله في القرآن، وأوصانا فيها النبي المصطفى بأصدق لسان، بأن طاعتها ورضاها كسب للخير والرضوان، وإنها باب من أبواب الجنان. فيا رب أعنا على برها ورضاها، ورد الإحسان بالإحسان. بقلم هلا القحطاني، إلقاء عامر النميان.